بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن الماس اساينمنت. قبل ما نبدا في الموضوع بتاعنا، انا ايه اللي جهزته؟ جدول البرودكتس وموديل البرودكت اللي احنا كنا شغالين عليهم اصلا. انا بس شلت التغييرات اللي احنا عملناها في البرايمري كي والتايم ستامبس، خليتهم على الديفولت بتاع لارافيل تاني، وزودت شويه كولومز. عندنا السترينج نيم، وفي دبل برايس، وفي بوليان از ابروفد، بيبقى يا اما 0 يا 1. الديفولت بتاعه 0، الديفولت بتاعه 0، ان هو مش ابروفد لسه لحد ما انت تقرر تغيره وتخليه 1. والموديل بتاعنا اهو، شلت التغييرات اللي انا كنت عملتها اللي ليها علاقه بالبرايمري كي زي ما قلنا والتايم ستامبس برضو، وجهزت كده 2 روت للفورم بتاع الكرييت برودكت، واحد جيت وواحد بوست، والفانكشنز بتاعتهم اهي في البرودكت كنترولر. البرودكت كنترولر بيريتيرن فيو الكرييت اللي هو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ودي الستور بتاعته. تعالوا كده نبدأ مع بعض. عشان نعرف قصة الماس اساينمنت لازم نعرف الأول إيه الطرق اللي الموديل بيتخزن فيها في الداتابيز. إحنا عندنا هنا كده ده الفورم بتاعنا أهو. هنعمل داي أند دمب للريكوست اللي راجع، هنجيب منه كل الداتا، ريكوست أر أول، نخزنها في فاريبل اسمه داتا ونعمل لها داي أند دمب. فأنا عامل هنا ده النيم وده البرايس، طبعًا الإز أبروفد واخدة ديفولت، الاي دي هو اوتو انكريمنت ماليش دعوه بيه، التايم ستامبس بتبقى اوتو جنريتد من لارافيل، فكده هو النيم والبرايس بس هم اللي هشتغل عليهم. فانا هدخل مثلا هنا النيم للبرودكت وليكن نيو برودكت، وادخل له برايس وهقول سبميت. قال لي بيج اكسبايرد، عفوا نعمل الايه؟ السي اس ار اف توكن بتاعتنا، اعمل باك ريفرش، بعد كده هنا قول له ده نيو برودكت واديله البرايس بتاعه سبميت. ايوه هو جاب لي هنا في الاري التوكن اهي زي الفل، النيم والبرايس. انا دلوقتي عايز اخزن الداتا دي في رو جديد في جدول البرودكتس. الطريقه التقليديه اللي لارافيل شغاله بيها انك بتكريت انستنس من الموديل بتاعك، بتكريت اوبجكت يعني من كلاس البرودكت، بعد كده تبدا تملى اللي انت عايزه في بروبرتيز، وفي الاخر تقول ارو سيف. دي الطريقه العاديه. الطريقه العاديه دي تتعمل ازاي؟ هنعملها كده باختصار. هنقول له كرييت لي اوبجكت من كلاس البرودكت، طبعا هنعمل له يوز فوق ما تنسوش، وهنخزن الاوبجكت ده كده في اسم برودكت. بعد كده هنبدا نملى الداتا اللي احنا عايزينها. احنا عايزين نملى ايه؟ نملى النيم، يبقى product arrow name بيساوي data of a of name، لأن دي associative array. الناتج اللي راجع من request arrow all بيبقى associative array، فبنأكسس عليه بالطريقة دي. بعد كده نفس الكلام بالنسبة للprice، product arrow price بيساوي data price. بعد كده لما خلصنا دي columns اللي احنا عايزينها خلاص، بتقول product arrow save، method اسمها save. تعالوا نجرب نعمل الكلام ده دلوقتي. هعمل انا كده refresh ونشوف في الداتابيز. الاي دي نزل عندي، النيم والبرايس اهم، الايز ابروفد بزيرو تمام اللي هي فولس يعني، والتايم ستامبس اهي. دي الطريقه التقليديه. طيب هل لازم انا اشتغل بالطريقه دي؟ يعني انا جاي عندي اري من الداتا، جاي عندي اري من الداتا، فلازم اكريت اوبجكت و افضل املى الكولومز واحد واحد؟ ما هو ممكن يكون عندي مش اتنين كولومز بس، هنا الموضوع بسيط. ممكن يكون عندك انت مثلا 10 كولوم عايز تملاهم، فهل هتعمل 10 سطور ليهم ولا ممكن تقول له خد الاري دي حطها كصف في الداتابيز وخلاص؟ ايوه ممكن تقول له الكلام ده. بتقول له الكلام ده ازاي؟ بالميثود اللي اسمها كرييت. بدل ما بتشتغل على انك تكريت انستنس وتبعت الداتا في بروبرتيز وتقول ارو سيف، لا هتقوم قايل له كده برودكت كولون كولون كرييت، وتقوم باعت الاسوشيتيف اري بتاعتك اللي هي ايه؟ متخزنه في فاريبل اسمه داتا. تمام؟ تعالوا كده نجرب نعمل الكلام ده. لما نيجي نعمل ريفرش هتلاقي لارافيل بتوقفك، هتقول لك اد مش عارف توكن تو فيلابل بروبرتي تو الاو ماس اساينمنت اون كذا. طيب وحتى لو شلنا التوكن من الداتا اللي جايه، يعني قلنا مثلا اكسبت توكن، برضه هتلاقيه بيقول لك النيم لازم يتضاف للماس اساينمنت، البرايس لازم يتضاف للماس اساينمنت. فاحنا هو هنشيل التوكن خالص، هنقول له اكسبت التوكن
وهنيجي كده نعمل ريفرش نضيف برودكت برضو وندوس سبميت. هتلاقي بيقول لك ايه نيم لازم يتضاف للماس اساينمنت. ايه القصه دي؟ القصه باختصار ان لارافيل بتحميك من حاجه خطيره جدا كانت ممكن تحصل. انت بتمسك الريكوست كده كل اللي فيه وتقوم مسيفه في صف في الداتابيز. طيب انت ايش ضمنك ان هو ضايف النيم والبرايس بس؟ ما ممكن يكون هو ضايف مثلا يعمل انسبكت اليمنت ويضيف انبوت ثالث ويكون هو عارف انك عندك حاجه اسمها از ابروفد فيحط فيها ترو يحط فيها 1 عشان يبقى ضاف المنتج بتاعه عمل له ابروف يعني تجاوز الخطوه بتاعه التامين اللي انت عاملها انك تعمل ابروفمنت للمنتجات اللي الناس ضافوها في الموقع بتاعك. بمعنى انه كان ممكن بمنتهى البساطه يعمل كده يجي مثلا على الفورم بتاعك يقول ايديت اهو ويبدا يزود هو انبوت كمان يخلي مثلا التايب بتاعه نمبر ويديله نيم از ابروفد ويحط جواه فاليو بتساوي كام بتساوي 1 تمام. فده كان هيبقى موضوع خطير بالنسبه لك لانك واخد كل الداتا اللي جايه واخد كل الداتا اللي جايه وبتعمل لها سبمت. في الطريقه الاولانيه حتى لو هو كان ضاف هيدن انبوت فهو مش هيستفيد حاجه لانك انت هتاخد من الداتا اللي جايه النيم والبرايس بس يقعد يلعب بقى ويضيف هو ويعك زي ما هو عايز. لكن في الطريقه بتاعت كرييت لا ده انت واخد كل اللي جاي وعامل برودكت كرييت فلارافيل هنا بيامنك. واحد هيقول لي طب ما احنا ممكن نعمل فاليديشن والفاليديشن في لارافيل هيظبط الموضوع ده. ما هي بقى لارافيل مش مستنياك انها تشوفك عملت فاليديشن ولا لا، هي مامنه لك الموديل كده كده سواء عملت فاليديشن او لا. طيب عايزين نعرف لارافيل ايه الحاجات الفيلابل اللي ينفع تتملي زي ما الايرور بتاع لارافيل كده بيقول لي. لارافيل بتعرف الموضوع ده من حاجتين، يا اما انك تديها وايت ليست اللي هي الحاجات اللي ينفع تتملي الفيلابل وبالتالي هي هتستنتج ان الباقيين بقيه الاعمده ما ينفعش تتملي، يا اما انك تديها البلاك ليست الحاجات اللي ما ينفعش تتملي الجاردد المحميه وبالتالي هي هتستنتج طبعا ان ايه ان الباقيين ينفعوا يتملوا عادي. فلو انا عايز اقول له في المثال بتاعنا هنا ان اللي ينفع يتملي هو النيم والبرايس بس يعني اديله وايت ليست. طبعا انت بتشتغل على طريقه منهم يا اما الوايت ليست يا اما البلاك ليست. فهنديله هنا الوايت ليست اللي هي الايه الفيلابل فهنقول له الفيلابل عندك هيبقى يا معلم النيم والبرايس فقط وبالتالي اي حاجه تانية خلاص هو ايه مش هيعتبرها موجود. تعالى كده هتلاقيه خزن لك عادي جدا في الداتا بيز والإز أبروفد بزيرو زي ما هي حتى لو هو لعب في حاجة حتى لو هو لعب في حاجة مش هتأثر على الداتا بيز. طيب في طريقة تانية زي ما قلنا انك ممكن تديله الوايت ليست يا اما انك ممكن تديله البلاك ليست. البلاك ليست بيبقى اسمها ايه بيبقى بروبرتي اسمها جاردد يبقى دي بروبرتي فيلابل دي بروبرتي جاردد الاتنين بيبقوا من اكسس موديفاير بروتكتد. هنقول له هنا جاردد وتدي له الحاجات اللي انت مش عايزها تتملي اللي هي مثلا الاي دي الايز ابروفد وهكذا تمام. ففي الحاله دي برضو هو هيفهم ان اللي هينفع يتملوا هم الايه هم النيم والبرايس. لو عملنا ريفرش دلوقتي رجعنا كده ضفنا منتج تالت نيو وخلينا السعر بتاعه مثلا 30 سبمت برضه هو ما طلعليش الايرور ولا حاجه وخزنه لانه عرف كده ان النيم والبرايس ينفعوا يتضافوا. فدي فكره الماس اساينمنت باختصار. انت بتيجي في الموديل تعرفه يا اما ايه الحاجات الفيلابل فالباقي هيبقوا جاردد بشكل بديهي يعني يا اما ايه الحاجات الجاردد فالباقي هيبقوا فيلابل. الكلام ده بيتعمل ليه؟ بيتعمل لان لارافيل مش مستنيه تشوفك عامل فاليديشن ولا لا او هل الفاليديشن صح ولا لا. هي لما بتلاقيك هتضيف حاجات مره واحده كده باستخدام الميثود اللي اسمها كرييت على الموديل او طبعا ده بيحصل في الابديت برضو باستخدام الميثود اللي اسمها ابديت اللي بتبعت الحاجه مره واحده كده بتعمل لك الخطوه دي من باب التامين. نشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. والسلام عليكم.